بارك الله فيكم، فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. Just having a go at some, I have a go at everybody. Some Salafis, they make the wrong things. Allah has a hand and he has fingers and he has, and the brother, and they're speaking 1, 2, 3, 4, 5, and all the things he's saying, okay, he's getting it from the Salaf in a sense, but the way he's putting it together and he's adding it all together, and he has a shin and he has a foot, khalas, he's put the whole picture of the man in the head of the person. You go and tell your kids that. Go and tell a 5-year-old Allah has a shin. يعني in that sentence, I this is the most dumb pedagogy I've ever seen in my life. من أين نأخذ أسماء الله وصفاته؟ من القرآن والسنة. هل تشبه صفات الله صفاتنا؟ لا. ما الدليل من القرآن على أن صفات الله لا تشبه صفاتنا؟ ليس. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القرآن كلام من؟ الله. منزل أو مخلوق؟ وهو كلامه حقيقة بحرف وصف. هو محمد. هو محمد نوح. عبد الله نوح عبد المطلب نوح هاشم نوح عبد مناف نوح قصي. برافو، أحسنت. قال زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب في قصيدته الموسومة بليس الغريب. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيم في الأوطان والسكن. لتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن.